إذا الآن سنجيب عن الأسئلة مرافقة لهذا الجدول. ألاحظ الجدول وأجيب. كم عدد الأطفال الذين يفضلون التفاح؟ إذا قمنا سابقا بعملية العد، إذا عدد الأطفال الذين يفضلون التفاح هو 8. إذا ما هي الفاكهة التي يفضلها الأطفال أكثر من غيرها؟ إذا كما تلاحظون لدينا الأطفال الذين يحبون العنب 6، عدد الأطفال الذين يحبون البرتقال 12، عدد الأطفال الذين يحبون الموز 9، عدد الأطفال الذين يفضلون التفاح 8. إذا الفاكهة المفضلة لدى الأطفال هي فاكهة البرتقال. إذا الآن سنمر إلى سؤال ثالث، ما هو عدد الأطفال الذين لا يفضلون الموز؟ إذا قلنا عدد الأطفال الذين يفضلون الموز 9، وعدد الأطفال في المجموع داخل القسم هو 35. إذا سننجز عملية الطرح، فالعملية جد سهلة وبسيطة. إذا 35 ناقص عدد الأطفال الذين يحبون الموز وهو 9، الباقي هو عدد الأطفال الذين لا يحبون الموز. إذا عدد الأطفال الذين لا يفضلون الموز هو 26. إذا عدد الأطفال داخل القسم ناقص عدد الأطفال الذين يحبون الموز يساوي عدد الأطفال الذين لا يحبون الموز.